عقد اليوم المستشار المكلف بالبعثات لدى وساطة الجمهورية أحمد يعقوب محمد مؤتمرا صحفيا تناول من خلال الإنجازات التي حققتها الوساطة خلال الفترة الماضية، بجانب تقييم فعاليات المؤتمر جرت بدار الصحافة الجديدة. محمود موسى الفيل. تعد وساطة الجمهورية إحدى المؤسسات الكبرى بالدولة، والتي تعنى بفض النزاعات وحلحلة المشاكل بين الرعاة والمزارعين، فضلا عن القضايا التي تتعلق بالحركات المسلحة بغية العودة بهم إلى الشرعية لأجل بناء الوطن وتحقيق الأهداف السامية. وفي هذا الإطار عقد المستشار المكلف بالمهام لدى وساطة الجمهورية أحمد يعقوب محمد مؤتمرا صحفيا تناول من خلاله الإنجازات التي أنجزتها الوساطة في السنوات الأخيرة، وذلك منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. في عام 1993 قام المؤتمر باقتراح تأسيس وساطة، لأن رأى بعض المؤتمرين أن الحكومة ليست محايدة، أي هي طرف في الصراع القائم، ولذلك اقترحوا أن يؤسس أو أن تؤسس وساطة. وقامت الحكومة بتلبية الطلب وقامت بتأسيس وساطة ودعم هذه الوساطة ماديا ومعنويا وبكل ما في وسعها. أما بالنسبة للخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية للوساطة، فقد أوضح المستشار المكلف بالمهام بالتالي: المستقبل سوف قدمنا مشروع للحكومة، إذا تم إيجازه هذا المشروع يتعلق بحماية الطفل، حماية المرأة، حماية المناخ، الدفاع عن النزاهة، ومحاربة الفساد، الفساد الإداري والفساد المالي. ومما تجري إليه الإشارة، فإن الوساطة منذ تأسيسها في العام 1993 ساهمت في حل 163 قضية تتعلق بالمعارضة السياسية والمسلحة والنزاعات القبلية، وذلك من أجل إرساء دعائم السلام والاستقرار في ربوع البلاد وفق منهجية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسياسته في اليد الممدودة للسلام والأمان.